مريض السكري لازم يكون حاطط بوليس مان داخل جوا جسمه. أهم نصيحة لنا للأهل هي مباشرة في حال حدوث نوبة تشنج الذهاب لأقرب مركز إسعاف بالنسبة للأهل. إذا أنا طلعت في الطيارة هذا السيليكون ممكن ينفجر. 4 من العضلات والأوتار المحيطة بمفصل الكتف. فالألم هو أهم أسباب مراجعة المرضى، إنه إحنا مو دائما نعمل عمليات لكل مريض عنده قطع بالوتر. فلو أنت عملت رياضة وركض من بغداد للبصرة ما بنزل منه جرام. منها الكورتيكوستيرويد المستنشقة. الفيروس والبكتيريا يعشق شيء اسمه السكر بالدم.